بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Today inshallah we are going to talk about the second lecture in the mole. For the mole, we are going to talk about the mole and its relation to the volume and the moles and the Avogadro's number. وهنتكلم عن حاجة اسمها limiting reagent. المول and the Avogadro's number. أصلا أرجع أفكر حضراتكم، هي علاقة المول بأفوجادروز نمبر؟ إيه هو أفوجادروز نمبر؟ أفوجادروز نمبر ده represent number of atoms molecules formula unit ions in one mole of the substance. طيب القانون اللي بنستخدمه، المفروض ان انت حضرتك عندك من الترينجل بتاعك ان النمبر اوف مولز يساوي number of atoms ions formula unit على أو divided 6.02 times 10 power 23، وده رقم ثابت. خلينا نكبر المثلث شوية عشان أكتب كل اللي أنا عاوزه. يبقى المول لما تحطه related to Avogadro's number حضرتك هيكون عندك كده number of moles equal number of ions molecules atoms formula unit كل ده divided 6.02 times 10 power 23. نبدأ بقى سؤال بالنسبة لنا على الأمر ده، يقول لك إيه؟ What is the number of molecules؟ ولازم أفرق بين كلمة molecules و atoms in the sample of the ammonia NH3. Its mass equal 43.5 جرام. هو هنا عاوز يربط ما بين المولكيولز وما بين الماس. فأنا رحت أعمل له إيه؟ حطيت في الجدول بتاعي الـ NH3 ده السبستنس بتاعتي وأكتب كلمة مول. هو بيقول لك ايه؟ What is the number of molecules؟ يبقى في أول خانة كتبت المولكيولز. طب في الخانة التانية هكتب 43.5 دي جرام، يبقى أنا لازم أكتب في الخانة التانية الماس اللي هي كلمة بجرام. أوكي؟ طيب. المول we need to change to molecules from the ammonia gas يبقى 6.02 times 10 power 23. طب المول لما يتحول لماس من الأمونيا، يعني I calculated the molar mass، يبقى النيتروجين 14 والهيدروجين 3 multiply 1. طب لما انا يكون عندي 43.5 جرام من الامونيا cross multiplication تطلع القيمة دي. انا بس عشان اوضحها لك بالجدول انا عملتها ازاي، كاني قلت ان number of moles equal the number of moles. فالnumber of moles لما بتيجي في صورة المولكيولز معناها number of molecules divided Avogadro's number 6.02 times 10 power 23. طيب لو انا كلمتها عن طريق الماس، number of moles equal the mass of the substance divided the molar mass. فالنمبر اوف مولز انا ما اعرفوش، او النمبر اوف مولكيولز انا ما اعرفهاش، لكن افوجادروز نمبر انا اعرفه 6.02 تايمز 10 باور 23. لما يكون عندي الماس اوف ذا سبستنس اللي هي 43.5 والمولر ماس النيتروجين ب 14 و 3 اتوم للهيدروجين، المولر ماس بتاعت الهيدروجين ب 1 كروس مالتيبيكيشن تطلع لك المساله. تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. يقول لك ذا كومباوند ويتش ذا ماسز ان اتس مولكيول، الماس بتاعت المولكيول الواحد 2.93 تايمز 10 باور نيجاتيف 22 جرام. هات المولر ماس ايكوال، هو خلي بالك هو جايب لك علاقه بين الماس بتاعت المولكيول وبيطلب منك تحسب له المولر ماس. يعني انا بالنسبه لي هكتب ادي الكومباوند بتاعي ومحطوط الماس ومحطوط المولكيولز، فبيقول لحضرتك
المولكيول الواحد ده كده المولكيول الواحد one molecule في الماس بتاعته 2.93 times 10 power negative 22 فلما يكون من عند حضرتك 6.02 times 10 power negative 23 يلا cross multiplication شوف له هيطلع ازاي هنعمل cross multiplication هيطلع الناتج بتاعنا 176.4 والمسألة اللي قبليها الناتج بتاعنا طلع كام هنحسبها ونشوف الناتج هيطلع كام هيطلع واحد من التشويزز دي مش هيكون فيها مشاكل انا بقول لحضرتك على البروبلم اللي جايه بيه نوتس sometimes the molecule of the gaseous state consists of more than one atom like the phosphorus B4 والسلفر S8 يعني ممكن بعض الجزيئات لما توصل للحاله الغازيه يكون الجزيء الواحد منها بيتكون من اكثر من ذره فلازم انا اراعي الحته دي يعني اراعي الحته دي يعني لازم اجيب النمبر في اتوم واضربه في افوجادروس نمبر يقول لك ايه النمبر اوف اتوم اوف فوسفورس فيبر ان 100 جرام ايكوال والفوسفورس ب 31 بص حضرتك بقى نعملها ازاي انا هقول ان الفوسفورس اسمه B4 ده الفيبر ستيت بتاعته والفوسفورس عاوزه اتوم قصاد ماس لازم اعمل حساب ان الفوسفورس المول منه كام اتوم 4 اتوم فعملت ال 4 وضربتها في افوجادروس نمبر اللي هو 6.02 تايمز 10 بار 23 طيب المولر ماس المول لما يتحول لماس يعني كاني بجيب المولر ماس بس لازم اراعي ان المول من الفوسفورس في 4 يبقى 4 ملتبلاي 31 طب لما يكون انا عندي 100 جرام كروس ملتبليكيشن هتطلع لك المساله الحته دي ناخد عليها سؤال بنفس النسق ثواني اطلع السؤال وبعدين نبدا نشوفها elements contains more than one atom in molecules. وقال لحضرتك ايه بقى؟ phosphorus has the molecular formula B4. كده الفوسفورس في البيبر ستيت. And the sulfur has the molecular formula equal S8. How many grams of phosphorus؟ يعني عاوز الفوسفورس صورة جرام. To contain the same number of molecules, نفس الرقم من molecules, as 4.23 gram of the sulfur. يعني ايه؟ انا هنا عاوز اعمل relationship ما بين الفوسفورس البي 4 بس في صورة جرام قصاد السلفر بس في صورة جرامز برضه. احط هنا المول. المول لما يديني مولر ماس من الفوسفورس يبقى انا عندي 4 ملتبلاي ذا مولر ماس اوف فوسفورس 31 يعني تذكر كده ان الفوسفورس ايكوال 31 والسلفر ايكوال 32 طيب المولر ماس من السلفر 8 ملتبلاي 32 طب لما انا يكون عندي 4.2 جرام من السلفر 4.23 جرام هيطلع هنا من هنا كام؟ الانسرز بتاعتك هتبقى كروس ملتيبيكيشن يعني هتبقى 4.23 تايمز 31 ملتيبلاي 4 ديفايدد 8 ملتيبلاي 32 هيطلع لك 2.04 جرام يبقى الانسر بالنسبه لي هنا ايه؟ انا وريتك هنا الاليمنتس ممكن او يكون عندي مور ذان 1 ايرم فلازم اخد في بالي الاعتبار ده ان لو هيجي لي ويكلمني على مور ذان 1 اتوم من الكومباوند تعالوا نشوف امثله ثانيه نشوف امثله ثانيه يقول لك هات النمبر اوف ذا اليمنتس ان 1.25 مول من NO2 عاوز الاتومز يا شباب ما دام حط لك كلمه اتومز وركز في الكلمه دي حط لك كلمه اتومز شوف المولكيولز اللي معاك وعد الاتوم اللي فيه يعني يقول لك ايه 1.25 مول يبقى انا عاوز اعمل علاقه بين المولز قصاد الاتومز من الماده اسمها ايه NO2 طب الاتومز انا عندي كام اتوم عندي نيتروجين وعندي 2 اكسجين يبقى انت عندك 3 اتومز يبقى انا لازم احط الاول 3 اتومز
بتاعت الـ NO2 واضربها في افوجادروز نمبر 6.02 تايمز 10 باور 23. ده كل ده مكونه من مين؟ من الـ 1 مول. من الـ 1 مول من مين؟ من الـ NO2. يعني الـ 1 مول من الـ NO2 فيه 3 مولز اوف اتومز. يعني 3 ملتبلاي افوجادروز نمبر. طب لو انا عندي 1.25 كروس ملتبليكيشن يطلع لك 22.575 تايمز 10 باور 23. فبقول لك وباكد عليك if he said molecule يبقى بحط 6.02 تايمز 10 باور 23. طب if he said atoms يبقى انت هنا اهو count the atom in molecule، عد الاتوم اللي موجوده في المولكيول. اديك مثال زي دي كده اهو، يقول لك ايه what is the number of the atom of oxygen in 0.1 مول of the copper sulfate CuSO4.5H2O. دي اسمها الهايدريتد كوبر سلفيت. حضرتك بيقول لك ايه؟ انا عاوز الاتومز بتاعت الاكسجين. يلا هديك فرصه عد لي كده الاتومز بتاعت الاكسجين اللي موجوده في الكوبر سلفيت. اعمل بوز وبعدين نرجع تاني. When I counting the number of the atom of the oxygen in hydrated copper sulfate، عد كده الاتوم. الناس هتروح واخده في عينيها وتقول لك ده 5 اهو 5. اقول لحضرتك كلام مش مظبوط. اشمعنى؟ لان هنا في 5O وفي 4O كمان، يبقى انا عندي 9. يبقى انا حاطط دلوقتي، هو بيقول لي 0.1 مول من مين؟ 0.1 مول من الكوبر سلفيت. فانت حضرتك هتكتب هنا الكلمه بتاعت المول، وبعدين تكتب اتومز O، الاتومز بتاعت الاكسجين. انا موريك التفصيله بتاعتها اهو، ان 4 في الكوبر سلفيت و5 في H2O. يبقى انت حضرتك هتحط المول وتكونفيرت تو دي اتومز، يبقى انا عندي 9 اتومز مضروبه ملتبلاين افوجادروز نمبر. دول اللي موجودين في مين؟ في ال1 مول. طب لما انا يكون عندي 0.1 مول كروس ملتبليكيشن هتطلع لك المساله. شوف اللي بعديه. المساله اللي بعديها بيقول له ايه؟ عاوز النمبر اوف اتومز، النمبر اوف اتومز ان 0.5 مول من الاسيتيك اسيد CH3COH equals. فانا اقول اصلا هنا جايبها في صوره ارقام. حضرتك دلوقتي عد لي الاتومز اللي موجوده في الاسيتيك اسيد CH3COH اللي هو الخل الفينيجر. هتلاقي عندك 2 اتومز من الكربون، 4 اتوم من الهيدروجين، و2 اتوم من الاكسجين. عد كده 1 كربون 1 كربون يبقى 2 كربون، و3 هيدروجين 1 هيدروجين يبقى 4 هيدروجين، و2 اكسجين. يبقى انا عندي 8 اتومز. يبقى انا اقول لحضراتكم انا عاوز اعمل علاقه بين المولز وصاد الاتومز. الاسيتيك اسيد مولز، المول لما يتحول لاتوم في 8 مولكيولز من الاتوم، يبقى 8 ملتيباي افوجادروز نمبر. طيب ده كل ده في مين؟ في 1 مول. طب لما يكون عندي هاف مول، لما انا اعمل كروس ملتيبليكيشن في اللحظه دي، الهاف يا شباب تتضرب في ال 8 تديني 4. خلاص؟ وبعدين الرقم 6.02 ده تايمز 10 باور 23 ستيل كونستنت، هيفضل ثابت. يبقى انت حضرتك عندك 4 تايمز افوجادروز نمبر، لان ده كده 4 ودي افوجادروز نمبر، فهتلاقي 4 تايمز افوجادروز نمبر. طب وال1 مول دي بقى ال1 مول دي ثابته بالنسبه لي، ان لو انا خدت هنا، لو انا حطيت 1 مول بس ثابته من غير ما اي ارقام، ال1 مول يبقى 8 اتومز. 8 ايه؟ اتومز. بس 8 مولز اوف اتوم، يعني 8 ملتبلاي افوجادروز نمبر. يعني ال1 مول من الماده دي لو اتفككت لاتومز، لو فككتها لاتومز، هتلاقي واحده من اثنين من الكربون واربعه من الهيدروجين و2 من الاكسجين، يعني 8 اتومز. يبقى 8 دي تتضرب في افوجادروز نمبر. اوكي. المساله اللي بعد كده، what is the mass of 0.25 liter؟ انا عاوز هنا لتر بقى، بدخل ان المولز قصاد الفوليوم، يعني انا ادخل الحاجه الجديده. ايه هي الفوليوم؟ بس انا عاوز اكد لحضراتكم على حاجه، انا هكتب هنا نوت جنبي. هقول هنا نوت. المول and volume. المول فيكسد نمبر، يعني المول في فيكسد نمبر 22.4 لتر. اي مول في 22.4 لتر. وفي قانون عندي بيقول، انا هرجع دلوقتي تاني للمساله دي، ان ايكوال فوليوم اوف ديفرنت جازز. اكتبها، شوف اكتبها فين. المفروض قبل اكتبها ان الليميتنج، بس انا هعملها، هخليني في الحته دي كاني بتكلم listen notes. listen notes
رول بيسموها افوكادوز رول equal volumes of different gases contains equal number of molecules. يعني هفترض ان انا عندي النيتروجين جاز، عندي الاكسجين جاز، عندي الكربون ديكسايد جاز. المولر ماس لو انا قسمتها كده، المولر ماس هتلاقي النيتروجين 2 اتومز ملتبلاي دي مولر ماس اللي هي 14، الاكسجين 2 ملتبلاي 16 دي المولر ماس، الكربون 12 و2 ملتبلاي 16. انا هنا ما بتكلمش على ماس، انا بتكلم على فوليوم. يعني لو انا خدت من اخينا ده 22.4 لتر و 22.4 لتر و 22.4 لتر، النمبر اوف اتومز اللي هيبقى موجود في الثلاثه هنا ده الفوليوم. النمبر اوف اتومز او النمبر اوف مولكيولز هيكون رقم ثابت فيهم هما الثلاثة. ايه هو؟ 6.02 times 10 power 23 molecule. ده مين ده؟ افوكادوز نمبر، وده رقم ثابت فيهم. يبقى equal volume of different gases contain equal number of molecules. ماشي؟ طيب انا بقى القانون بتاعي اللي انا هستخدمه ناحية الفوليوم ايه هو؟ نرجع للمسألة ونحط القانون. الفوليوم ان مول الرول بتاعتي هتبقى عامله كده. نمبر اوف مولز equal mass of the substance. لا انا هنا مش هتكلم على mass، انا هتكلم على volume. يبقى اقول volume of substance هنا divided كده times 22.4 لتر، وده رقم ثابت. تمام، تعالوا نطبق القانون. المسألة بيقول لك ايه؟ What is the mass of 0.25 liter at STP؟ STP يعني standard temperature and pressure، يعني درجة حرارة الأوضة والضغط اللي موجود في الأوضة. 1 atmospheric pressure و 25 degree of gas X whose molar mass 62.7. يعني أنا عاوز أعمل علاقة بين المولر ماس والفوليوم. فانا حطيت الاليمنت او الجاز بتاعي ايه؟ اكس، وحطيت تحتيه كلمه مول، وقلت ان المول لما يتحول لفوليوم في 22.4 لتر، وده رقم ثابت. المولر ماس بتاعته هو حاطط هنا الماس، هو راجل محترم ومديني المولر ماس 62.7. طب لما يكون عندي 0.25 ربع مول كروس مالتيبليكيشن يطلع لك الانسر، هيطلع لك 0.69. ناخد مساله كمان. According to the reactions 2NO، يعني القصة كلها عشان أعمل الجدول ده هبدأ أعمل عملية تحليل. According to the reaction 2NO plus O2 يديني 2NO2. What is the volume of NO2 gas which is produced from the reaction of 20 milli of NO gas with excess amount of oxygen gas in the same temperature؟ الرقم 20 milli ده هو بيقول لك إيه؟ What is the volume of NO2؟ يبقى انا عاوز ال NO2. خلاص؟ ده عاوز ال NO2 ده عبر عنه بايه؟ بفوليوم. اللي موجود في مين؟
اللي موجود في 20 مللي من ال NO، يبقى انا عاوز اعمل علاقه بين ال 2 NO قصاد ال 2 NO2. ماشي، نعملها ازاي؟ تعالوا نشوف. ادي المسألة رقم واحد اللي هي دي، فانا قلت ايه؟ انا عندي علاقة بين ال 2 NO2 بس انا عاوزها فوليوم، وعندي ال 2 NO بس انا عاوزها فوليوم برضه. فبقول المول لما يتحول لفوليوم من المادة دي، ال 2 هنا هتروح مع ال 2 هنا. المول لما يتحول لفوليوم يبقى 22.4، والتانية المول لما يتحول لفوليوم يبقى 22.4. طب لما انا يكون عندي 20 مللي كروس مالتبليكيشن هتطلع 20 مللي. خلصت. عاوز ال volume of the hydrogen gas which is required to produce 11.2 liter in the water vapor. اكتب ال equations. اشمعنى؟ لانه بيقول لك انا عاوز حجم الهيدروجين اللي يديني 11.2 لتر من الووتر فيبر. 2H2+O2، انا بكتب المعادله من عندي بقى، فهيديني 2H2O liquid. انا عاوز الهيدروجين في صوره فوليوم، وعاوز الووتر فيبر في صوره فوليوم. خلاص؟ فحطيتهم قصاد بعض 2H2 قصاد 2H2O، ال2 هتروح مع ال2. المول لما تحول لفوليوم في 22.4، والمول لما تحول لفوليوم من الماده الثانيه 22.4. طب لما يكون عندي 11.2 لتر من مين؟ من الووتر فيبر، اديني كام هيدروجين؟ 11.2 لتر برضو من الهيدروجين. ناخد مساله ثانيه. When the 14 gram of the carbon monoxide gas react with the excess of oxygen, the volume of the carbon dioxide gas which is produced is. انا عاوز اخد الكربون مونوكسيد في صوره ماس، وعاوز اخد الكربون ديوكسيد في صوره فوليوم. اكتب الايكويشنز. 2CO بلس O2 يديني 2CO2. ال2 مولز هنا قصاد ال2 مولز هنا، ال2 راحت مع ال2، بس انا عاوز الكربون مونوكسيد في صوره ايه؟ في صوره جرامز. فروحت عملت الكربون ب12 والاكسجين ب16، ده المولار ماس بتاعتهم اللي هو مديالي على جنب. طيب المول لما يتحول لفوليوم من اي سبستنس او من اي غاز بيكون 22.4. طب لما يكون انا عندي 14 جرام من الكربون مونوكسيد كروس مالتيبليكيشن تطلع لك المساله. اخد مساله كمان. 0.3 جرام of the magnesium react with the excess hydrochloric acid according to the equations Mg plus 2HCl فيديني MgCl2 plus H2. What is the mathematical calculations that the volume evolving of the hydrogen gas. خلي بالكم. أنا عاوز يقول لك إيه؟ اوجد لي العلاقة اللي بين بينه ومين؟ mathematical relationship of calculation the volume of evolving hydrogen gas. الهيدروجين جاز اللي طلع. طب أنا مديك كام؟ أنا عندي 0.3 جرام من المغنيسيوم. يبقى أنا يا شباب عاوز أعمل علاقة ما بين المغنيسيوم والهيدروجين. المغنيسيوم أعمله في صورة إيه؟ جرامز، عشان هو مديني جرامز. طيب والهيدروجين عاوزه في صوره ايه؟ فوليوم، يبقى ال H2 فوليوم. من الايكويشن هنا هبص للمغنيسيوم وابص للهيدروجين، هنا 1 مول وهنا 1 مول، يبقى انا مش هكتب حاجه غير ان انا اكتب Mg في صوره جرامز وال H2 في صوره فوليوم. هحط كلمه المول. المول لما يتحول لجرام من المغنيسيوم يعني ايه؟ يعني المولر ماس، يعني 24. طب المول لما يتحول لفوليوم من الهيدروجين جاز 22.4. طب لو انت عندك 0.3 من المغنيسيوم يديني كام من الهيدروجين؟ حضرتك بيقول لك هات لي الماثيماتيكال ريليشن شيب، يبقى الماثيماتيكال هتبقى ايه؟ 0.3 ده من المغنيسيوم اهي، بادئ بيها الايكويشنز. خلاص؟ يبقى انا اقول ايه؟ 0.3 ملتبلاي 22.4 ديفايد 24 لتر، يبقى انت بتسال ليه لتر؟ اشمعنى كلمه لتر؟ لان اليونت اللي هيطلع لك هنا ده هيدروجين جاز، ده فوليوم، فلازم يطلع باللتر. شوف المساله اللي بعديها. According to the reaction of the 2SO2 plus O2, 2SO3 gas is evolved. If you know in that, so any كده؟ نرجع لموضوعنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ According to the reaction 2SO2 plus O2. فبمنتهى البساطة, if you know in that the atmospheric air is contained 20% by the volume of the oxygen. What is the volume of the atmospheric air at STB, which is required to react with the 10 milli of SO2? أنا دلوقتي
هعمل علاقة بين مين؟ ال 10 مللي بتاعت ال SO2 قصاد الأكسجين بالليترز. فأنا مثلا أنا عاوز الأكسجين بالليترز خلاص؟ وعاوز ال SO2 ما هو موجود قدامي فوليوم. فبقول إن المول لما تحول لتر من SO2 أنا عندي 22.4. طب الأمر ده جبته منين؟ من البالانسد إيكويشنز. أنا عندي 2SO2 بيتفاعل مع 1O2 يبقى الـ O2 1 مول بس. يبقى المول لما تحول لتر 22.4. طيب لما أحول الـ SO2 لفوليوم يبقى 2 ملتبلاي 22.4. خلي بالكم أنا عندي 10 مللي، لو أنا عندي 10 مللي بقى من SO2 في كام أكسجين؟ لازم أراعي إن الـ 10 مللي دي أنا مش عاوزها بالملي، أنا عاوزها بالليتر، فعملت ديفايدد 1000 عشان احولها لليتر. فطلع لي البرودكت بتاعت الاكسجين 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. انا لسه لغايه دلوقتي برضو ما طلعتش الاكسجين، اشمعنى؟ لان هقارن الاكسجين اللي طلع ده بالنسبه للاتموسفيريك اير. هو بيقول لك ان الاير ال 100% بتاعته فيها 20% منها اكسجين. طب لما يكون عندي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 كروس مالتيبليكيشن يطلع لك المساله. ده كده الجزء الاولاني. هنتكلم بقى عن الجزء الثاني في الليسون اللي هو الليميتنج ريجنت. ماشي؟ يعني كلمه الليميتنج ريجنت شباب، احنا طبعا بقى انت هتدرب نفسك باكبر كم من الاسئله على الجزء ده. يعني كلمه الليميتنج ريجنت، الليميتنج ريجنت معناها ان هي سبستانس كومبليتلي كونسيومد ديورينج ذا رياكشنز، او سبستانس ويتش جيف ذا لوست نمبر اوف مولز اوف برودكت، اقل كميه من المولز بتاعت البرودكت. السبستنس بتاعت الليميتنج ريأكشن دي كده معناها بالبلدي كده السبستنس اللي بتسوق التفاعل، السبستنس اللي بتمشي التفاعل على هواها. مش شرط تكون هي اقل كميه، خلي بالكم السبستنس دي لازم هي اللي تمشي التفاعل، يعني الرياكتنت الثاني اللي بيكون موجود معاها بيبقى ماشي على هواها. تعالوا نشوف ازاي. ناخد المثال الاول كده. In the reaction of the 3Fe plus 4H2O give to us Fe3O4 plus 4H2. لو انا عندي 10 جرام من الووتر فيبر are passed on the 16.8 gram من الايرن، ده الرياكتنت of the iron which is heated till redness which is the follow statement represent the properly the reactions of these reactions. طيب حضرتك دلوقتي انا هسيبني من الاختيارات تماما، انا هعمل علاقه بمين؟ بص انت هتاخد الرياكتنت الاولاني قصاد البرودكت واحد من البرودكت، والرياكتنت الثاني قصاد نفس البرودكت. طب هنا هيحكمني، طب انا هاخد Fe3O4 ولا 4H2O؟ لا حضرتك هتاخد Fe3O4. اشمعنى؟ اصل الاختيارات كلها على Fe3O4. فانا هعمل علاقه بالبالانس بتاع الايكويشنز، انا هاخد ال 3Fe قصاد ال Fe3O4. خدت اول رياكتنت بتاعي اللي هو 3Fe قصاد ال Fe3O4، وخدت ال 4H2O قصاد الـ Fe3O4، وجبت علاقة بالمولر ماسز بتاعتهم. المفروض أجيب بالمولز، لا بس هو أنا مش جايبها بالمولز، بقى هجيب بالمولر ماس. يبقى 3 ملتبلاي 56 ده المولر ماس بتاعة الأيرن، 3 ملتبلاي 56 دي الأيرن بلس 4 ملتبلاي 16 للأكسجين. لما أنا يكون عندي، هو إيه اللي في المسألة إيه؟ أنا واخد 16.8 جرام من الأيرن، أدي 16.8 جرام. هعمل كروس مالتيبليكيشن هشوف الرقم اللي هيطلع لي هنا كام، فهيطلع لي 48 من الماجنيفايد. هاخد العلاقه الثاني بقى، ما ممكن ده 232 دي معناها الكتله بتاعت اخينا ده كله على بعضه، يعني 3 مالتيبلاي 56 بلس 4 مالتيبلاي 16. تمام. هاخد بعد كده انا عندي في الرياكشنز بتاعتي 4H2O، ادي ال 4H2O حطيتها قصاد مين؟ حطيتها قصاد ال Fe3O4. المولر ماس يبقى 4 ملتبلاي الهيدروجين 2 ملتبلاي 1 بلس 16. خلاص ارجع بعد كده الايرن يبقى 3 ملتبلاي 56، وبعد كده ال 4 ملتبلاي 16 بالنسبه للاكسجين. ارجع بقى بعد كده انا خدت كام جرام من الووتر فيبر؟ انا خدت 10 اوف ووتر فيبر اللي هو مديها لي، هجيب 10 يبقى كروس مالتيبليكيشن تطلع لي. الاولاني طلع لي 48 من البرودكت، والثاني
طلع لي 32.2 من البرودكت. يبقى مين هنا اللي ساق التفاعل؟ اللي اداني lowest number of moles من البرودكت. اللي اداني كام؟ اللي اداني 32.2. مين هنا الليميتنج بتاعي؟ الليميتنج هو هيكون الووتر. ماشي؟ طيب خلي بالك انا كنت بقول لك انت ممكن تخلي العمليه مولز وصاد مولز. يعني ايه مولز وصاد مولز؟ يعني ممكن تقول المولز هي الماس اوف ذا سبستنس على المولر ماس. يعني كنت خدت ال 32.2 دي وقسمتها على 18 فيطلع لك النمبر اوف مولز من اخينا ده 1.78. اشمعنى؟ لانه هيجي في الاختيارات. انت دلوقتي عرفت ان الووتر از ليميتنج، ففي الاختيار ايه بيقول ان الووتر از ليميتنج، والاختيار دي بيقول ان الليميتنج از ووتر. ماشي. طيب اشمعنى بقى؟ قال لك عشان of this reaction which produce 0.9 مول من ال Fe3O4. خلاص. والتاني بيقول لك ايه؟ which produce 0.1 مول من Fe3O4. فلازم ان انا كنت اضطر ايه احسب القصه دي. تعالوا بقى حضراتكم نشوف الرقم اللي طلع. ماشي. شوف لي بقى حضرتك ال 32.2 على ال 18 فطلع لي 1.7. ولا واحد من الاختيار ده. نشوفها كده اهو. طيب شوف لي 48 طلع لك كام بقى؟ ثواني كده. which produce بسم الله الرحمن الرحيم 0.9 مول من الاخينا ده. طيب المفروض ان اخد ال 32 دي، انا عاوز اجيب المولز، هروح اعمل كده اهو وهكتب المولز Fe3O4. الماس اوف ذا سبستنس ديفايدد المولر ماس. الماس اوف ذا سبستنس اللي طلعت لك هنا كام؟ 32.2. طب المولر ماس من مين؟ من Fe3O4. يعني 3 ملتبلاي 56 بلس 4 ملتبلاي 16. نشوف كده، هعمل بوز ونشوف الرقم ده يطلع كام على الحاسبه. الانسرز بتاعتي طلعت لي 0.1302 879 87. يعني تقريبا 0.1. يبقى انا الاختيار بتاعي هنا الصح هيكون ايه؟ الووتر از ليميتنج عشان طلع لي من ال Fe3O4 اللي هو المجنتايت 0.3. ماشي. خلي بالكم بقى، انا هاخد دلوقتي مسائل برضه الليميتنج ريجنتس. ماشي. في حاجات انا يعني ممكن ما يقولكش الكيميكال فورمولا، يعني في حاجات هنقولها دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني اعمل بوز ونطلع الحاجات اللي احنا عاوزينها. انا هكتب شويه من الكومن نيم يا شباب بالنسبه للكيميكال فورمولا بتاعت سام كومباوند. يعني مثلا ما يجي يقول لحضرتك عندك حاجة اسمها الروك سولت فورميلا and common name. فلما يجي يقول لك الروك سولت يعني ايه معناها الروك سولت دي؟ الروك سولت ده معناها ان الكالسيوم صلفيت. كلمة روك سولت دي معناها ان الكالسيوم صلفيت CH3BO4O2. لما يقول لحضرتك كريسايت ده عبارة عن الليد كربونيت، لما يقول لك البوكسايت معناها الالومنيوم اوكسايد، لما يقول لك الهيماتايت معناها Fe3O4، لما يقول لك الليمونايت معناها هايدريتد ايرون ترايوكسايد، لما يقول لك سيدرايت يبقى Fe CO3 اللي هو الايرون داي كربونيت.
magnetite. يعني Fe3O4. The water gas, the mixture من الكربون مونوكسيد plus H2. عموما تعالوا بقى نكمل على الأسئلة اللي هي الخاصة بالليميتنج ريجنت. اوكي؟ ده كيميكال فورمولا. ممكن انا اجي اقول لك روك سولت فانت تبقى عارف ان روك سولت هو الكالسيوم فوسفيت. حتى عشان لو انا ما كتبتلكش الفورمولا بتاعته يبقى انت تقدر تتعامل في ايه؟ في المسألة. طيب تعالوا بقى نكمل على مسائل الليميتنج ريجنت. دي من اصعب المسائل اللي ممكن تيجي على الليميتنج ريجنت. نشوفها. بيقول لك انت عندك 15 جرام من سامبل اوف جليسيوم. Is react with the 15 gram of fluorine to form lithium fluoride according to the following equation 2Li plus F2 فديتني 2LiF. After the reaction is completed what will be present. هنا في المسألة هتلاحظ في الاختيارات اللي مديها لك هو مش قايل لك فلان الفلاني هو the limiting. هو كل اللي قايله لك 2.16 moles of lithium fluoride only و 0.7 مش عارف moles of lithium fluoride only 2.16 moles of lithium fluoride and مش عارف كذا moles من الفلورين 0.7 moles من lithium fluoride and 1.3 moles of lithium none of this. فانت حضرتك الاول هتمسك ايه؟ امسك الايكويشنز بتاعتك اكتبها. انا عندي 2Li plus F2 اداني 2LiF. انا عندي 15 جرام من الليثيوم و15 جرام من الفلورين. هات النمبر اوف moles بتاعت الفلورين اللي انت عاديه هي عباره عن الماس اوف ذا سابستنس اللي انا مديلك في المساله على المولر ماس. الماس 15. المولر ماس بتاعة الفلورين كام يا عم؟ 2 ملتبلاي المولر ماس بتاع الفلورين 19 يبقى 1.3. وبالتالي المولز بتاعة الفلورين هي المولز بتاعة الليثيوم. مش معنى اصل والله 15 جرام من هنا و15 جرام من هنا يعني الكمية هنا متساوية. فأنا هجيب المولز بتاعة الليثيوم. ماشي؟ المولز بتاعة الليثيوم من الإيكويشنز خلي بالكم من إيه؟ من الإيكويشنز. هضربها 2 مولز اللي هو الرقم اللي هو مدولي هنا واضربه في 0.395 فطلع لك 0.79. طب هو المولز اللي المفروض ال 15 جرام بتاعت الليثيوم ده يكونوا موجودين كام؟ الماس اوف ذا سابستنس ال 15 اللي مديهم لك في المساله. طب المولر ماس 6.9. شايف انت الجاب؟ المفروض ان ال 15 جرام دول يطلع لي 2.17 مول بس اللي اتفاعل كام؟ اللي اتفاعل بمنتهى البساطه 0.7. يبقى بالتالي هنا المفروض ان ال 15 دول يديني 2.7 اتفاعل منهم بس 0.7 مولز من الليثيوم. يبقى الليثيوم هنا ده اكسس سابستنس دي ماده زياده والفلورين از ليميتنج بقى في اللحظه دي. ما هو الماده اللي بيفضل منها دي معناها ان هي اكسس مش ليميتنج. طب المول اوف اكسس ليثيوم اخد ال 2.17 واطرحه من ال 0.7 يديني 1.37. طيب ارجع لي في المساله شوف لي المولز بتاعت الليثيوم فلورايد على اساس الايكويشن انت عندك 2 من الليثيوم فلورايد. يبقى بالتالي هاخد النمبر اوف مولز اللي طلعت لي واضربها في كام؟ واضربها في 0.3 الرقم اللي كان عندي النمبر اوف مولز الاولاني من الليثيوم فلورايد يطلع لك 0.7. يبقى بالتالي الاختيار الصح هيكون عندك 0.79 مولز من الليثيوم فلورايد و 1.37 مول من الليثيوم ويل بي بريزنت. هلاقي الاختيار هنا اهو الصح اللي موجود بالنسبه لي هو الاختيار ليتر دي. المسألة دي موجودة معاك انا كده كده هتكون في الجزء اللي البرنتد ان شاء الله. الامر ده دي برنتد وابعته النهارده على الواتساب ان شاء الله باذن الله الكريم. هاخد مسألة كمان بالنسبة للليميتنج ريشنز بس في المسألة في المتناول يعني مش مسألة فيها الصعوبة دي. هنا بيقول لي SO2 react with H2S as follows when 7.5 gram of H2S react with the 12.7 gram in SO2 which is a statement is applied. ماشي؟ طيب هو هتلاقي الاختيارات كلها شغاله على مين؟ سلفر سلفر مش كده. فانا هروح اعمل حركه بسيطه هعمل الاول الريليشن ما بين ال 2 H2S ما انا باخد الرياكتنت مع واحد من البرودكت اللي هو مين 3S واخد بعد كده الثاني 3H2S الثاني اللي هو SO2
مع 3s. المول هيبقى مديك المولز، خلي بالك يعني هيديك يقول لك ان الاس ب 32 والاو ايكوال 16 والهيدروجين ايكوال 1. فهنا 2 open the bracket 2 multiply the molar mass of hydrogen bond plus 32. طب 3 multiply 32. طيب لما يكون انا عندي انا واخد كام؟ واخد 7.50، يبقى هنا يطلع لي كام؟ ناخد الثانية. المول لما تحول لمولر ماس يبقى 32 plus 2 multiply 16 3 multiply 32. طب لما يكون انا عندي 12.75 يطلع لي هنا كام؟ شوف الاولاني يطلع كام؟ نعمل بوز لغايه ما يطلع الناتج. لما حسبناهم الاولاني طلعت 10.58 اللي هي تقريبا 10.6 جرام، والثانيه 70.25. هتلاقي في الانسرز بتاعتك ان في الليتر بي بيقول لك 10.6 جرام اوف ذا سلفر ار فورمد، والكلام ده فعلا تم. اشمعنى؟ اصل الهيدروجين سلفايد هو اللي هيكون الليمتنج ريشن. ده كده بالنسبه للليكتشرز بتاعت النهارده. ان شاء الله هعمل بوست للريكورد واعمل ايه؟ واعملها شيرنج وابعت لكم البي دي اف بتاع الامر ده. اشوف الناس كلها على خير. السلام عليكم.